عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هقدم لكم جهاز جبار بمعنى الكلمة، يفتح بيه نسبة 21 جودة مختلفة مش هتلاقيها في أي رسيفر تاني. هوريكم في الأول محتويات الرسيفر. هو الجهاز بيجي بالشكل ده، ده الرسيفر، ده الأدابتور والريموت والأنتنة بتاعة الواي فاي والوصلة بتاعة ال اتش دي. هوصله وارجع لحضراتكم تاني، هو مش محتاج شرح في التوصيل، يعني الموضوع سهل. ده شكل الجهاز بعد ما اتوصل. في الأول لازم نربطه بالواي فاي عن طريق المنيو، ثم سهم يمين لحد رابع اختيار، ثم إعدادات الإنترنت رابع اختيار برضو، ثم الإعدادات، كان نشوف الشبكة اللي موجودة عندنا. أنا مثلا الشبكة اللي عندي اللي هي أورانج بي إس سي، أدوس عليها أوكي، أدوس أوكي على كلمة السر، أكتب رقم السر من الريموت، لو أرقام لو حروف والكلام ده من الشاشة عن طريق الأسهم اليمين والشمال وفوق وتحت. بعد ما بخلص بدوس تأكيد اللي هو الزر الأزرق. بعد كده بعلم على علامة الربط الآلي، علامة صح ثم الربط. بستنى عليه في خلال 30 ثانية بيقول اتصال ناجح زي كده، نجاح الاتصال. أول ما هتربط الواي فاي هتلاقي الشيرنج اشتغل على طول، أفلام وحكايات ويارتي عموما. يعني بس أنا هنا ما عنديش غير نال سات، فمش هقدر أوريكم في باقي الإمارة. هو بيفتح أكتر من 10 أمار تانية غير النال سات، انما في النال سات بيفتح الاي ار تي بس زي ما حضراتكم شايفين. يعني ما بياخدش وقت خالص في الفتح. ده بالنسبة للشيرين. اما بالنسبة للاي بي تي في اللي هو اهم حاجة في الجهاز، فاحنا هندوس منيو ثم سهم شمال لحد ما نوصل لاخر اختيار، ثم ننزل على الاي بي تي في، ندوس اوكي على جولدن اي بي تي في، هتظهر لنا القائمة دي. القائمة دي يعني أهم حاجة فيها دلوقتي وورلد كاب روسيا موجودين وشغالين، يعني من قبل المدوشة ب3 شهور ولا بشهرين. دي قناة اللي هتذاكر كأس العالم في روسيا. أما بالنسبة للقنوات العادية بتاعت بينس بورد، فهي موجودة ب21 جودة مختلفة. يعني لو حضرتك عندك النت 512 هيشتغل عادي، لو دي اللي هي 512 بس أنا بفضل 1 ميجا أقل حاجة. دي كلها بينس بورد بجودات مختلفة، دي اس دي اللي هي 1 ميجا، سرعة واضحة جدا ونقية و صورة جميلة. القناة دي مثلا بين سبوت 1 متكررة 21 مرة، مش تكرار اللي هو كوبي باست والكلام ده، لا تكرار. كل قناة مختلفة عن التانية، كل قناة من الريسيفر مختلفة عن التاني. يعني لو في قناة فصلت أو فيها مشكلة هتلاقي 20 قناة غيرها، عشان وقت الماتشات المهمة بيكون في ضغط على أي سيرفر. فالضغط ده لما يكون فيه كمية القنوات دي مش هيبقى فيه ضغط. كمثال مثلا دي مختلفة عن اللي كانت موجودة من شوية. دي مختلفة عن الاتنين، دي مثلا فيها مشكلة. القنوات دي بتشتغل على 1 ميجا على فكرة. دي بتشتغل على 4 ميجا. انا عندي هنا سرعة 2 ميجا بس انا شغالة كويس.
المركز الوحيد في خط الدفاع، جميل. صورة فول اتش دي ده بالنسبة لبين سبورت. أما بالنسبة لأو اس ان بتكون مكتوبة لسه في بين موفيز، بس دي بتحتاج سرعة النيجا أقل حاجة عشان تشتغل عليها، عشان الصورة اتش دي لسه في لاي تي. دي حاجة، واللي كان شغالة في الأول خالص في أول فيديو حاجة تانية، دي شغالة عن طريق الأي بي تي في، إنما التانية شغالة عن طريق الشيرنج. فلو حابب تتفرج على الأي أر تي اتفرج عليها على الشيرنج أفضل. شو تايم سينما وان أنا مش هقدر أحسب كل القنوات الموجودة في الباقات، يعني لو هجيب كل القنوات أقل حاجة الفيديو ده هياخد ساعتين تلاتة. غير كده في عروض للمصارعة WWE، أعلى عروض المصارعة. اهم حاجه قناه الكوره البين سبورت، فانا هركز عليها شويه عشان تتاكدوا انها شغاله كويس. يعني هسيب القناه شويه بس مش لتطويل الفيديو، ولكن عشان السيرفر نفسه يظهر ان هو شغال كويس ما فيهوش اي مشاكل. كده الريزولوشن بتاع الشاشه زي ما حضراتكم شايفين حاجه خيال كده. مفيش تقطيع، مفيش أي مشاكل في الجهاز، كل حاجة باينة قدامكم. زي ما حضراتكم شايفين كده بين سبوت 20 اللي هي 4K، 19 4K، 18 4K، الثلاثة دولت بيشتغلوا على سرعة 4 ميجا أو أعلى، الـ HD ده بيشتغل من 2 ميجا وأعلى. كل باقة يعني مثلا 12 دي فيها بين 1 2 1 1 2 2 3 3، كل قناة يعني القناة دي معلم مثلا عصام الشاوي، القناة التانية معلم محمد علي، عشان يبقى في تغيير في الصوت، عشان معظم الرسومات اللي في السوق ما فيهاش تغيير الصوت خالص. واحد وعشرين جودة رقم كبير جدا. بيبقى مكتوب فوق هنا كده R، يعني القناة الصوتية رايت اللي هي اليمين، قناة أختها بالظبط بيكون مكتوب L. ده بالنسبة للاي بي تي في، سيرفر مدفوع على فكرة ومفيهوش أي مشاكل، مش مجاني. طريقة فتح اليوتيوب والبحث بكل سهولة، مينيمم سهم شمال يوتيوب ثم سيرش، بعدين ندوس على الأحمر عشان أغير اللغة من الإنجليزي العربي. كمثال مثلا هبحث عن محمد صلاح بكل سهولة خالص، يعني الموضوع سهل. بيجيلي الفيديوهات اللي انا طالبها كأني بفتح الكمبيوتر بالظبط.
انا اقدر اغير الجودة بتاع الصورة، يعني دي من فوق 62 ممكن اخليها 720 عن طريق زرار الانفو في الريموت. ممكن اقدم في اليوتيوب مثلا بعد دقيقتين بصوتين. طبعا في امكانيات تسجيل من على الفلاشة والعرض من على الفلاشة، في امكانيات كتير مش هقدر اختصرها في فيديو لمدة 10 دقايق، يعني الجهاز محتاج يومين عشان اقول المميزات اللي فيه. غير كده السوفت بتاعه من اقوى السوفتات الموجودة في السوق حاليا، يعني حضراتكم شايفين السوفت عامل ازاي. سوفت التايجر سوفت سهل جدا والترتيب فيه سهل وكل حاجة سهلة فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.